بنكمل معاكم برنامجنا وملوك الكوره على هوا الراديو 90 90. تعالوا نكمل الكلام، واتفقنا ان احنا دور ال 16 لليورو 2024 هيبدا بكره ان شاء الله، فلازم بقى نبدا الكلام ونبدا المراجعه النهائيه ليله المباراه ونتفرج ونشوف تحليل فني مع بعض كده، نتكلم فيه عن الثمان مباريات لدور ال 16. بكون سعيد جدا لما بينورنا على التليفون، وان شاء الله قريبا يكون معنا في الاستوديو هنا صديق العزيز عبد القادر سعيد الناقد والمحلل الرياضي، منورنا دلوقتي على هوا الراديو 90 90. يا مساء الفل. مساء الفل يا محمود. انا الحقيقه بكون اسعد جدا لما اكون معاك في هذا البرنامج الثري اللي بيعتبر هو الترويه جديده. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. تعالى نبدا على طول. عايز اسالك السؤال اللي انا بدردش فيه مع سميعه الراديو النهارده، بقول لهم بعد نهاية دور المجموعات مين هو نجم بطولة اليورو حتى الآن؟ يعني أنا حبيت كده في البداية، في بداية الحلقة أدي شوية إيه اختيارات: جمال موسيالا، نجولو كانتي، كفارت سخيليا، الراجل بتاع جورجيا، وهكذا. أنا عايز أسألك أنت السؤال ده، لو تقول لي اتنين أو ثلاثة في رأيك مين هم نجوم البطولة حتى دلوقتي؟ طبعا اللي أنت قلتهم كلهم نجوم البطولة، لكن كمان هداف البطولة يعني في كاتوتي المهاجم منتخب جورجيا، الحقيقه واحد من مفاجآت البطوله، واعتقد من الراجل اللي هيبقى عليه خناقات في الصيف من انديه اوروبا الكبيره، لان هو الحقيقه واضح ان بروفايل مهاجم نادر شويه في سوق الانتقالات، وبالتالي اعتقد هو من نجوم البطوله، هو فعلا هداف البطوله حتى الان. يمكن لو حبيت تبص بقى على عكس نجوم البطوله فانت تتوقع مين؟ انا شايف ان كريستيانو رونالدو هو اكثر لاعب مخيب بالامال في البطوله لحد دلوقتي. كريستيانو رونالدو في الماتش الاخير قدام جورجيا والمباراه كمان اللي قبلها بتاعت تركيا، بالرغم من فوزهم لكن هو تحس ان هو هيتجنن. بالظبط، هو بيدور على الهدف اكتر ما انه بيدور على ان هو يساعد الفريق، وان كان لقطه عكس اللي احنا بنقوله، لقطه برونو فرنانديز الهدف، يعني الكره المؤشره اللي اداها له على الخط في مباراه تركيا. بالظبط، دي يمكن عكس الكلام اللي احنا بنقوله شويه، ولكن في اراء انا يمكن اتفق معاه شويه ان هو رونالدو قال يضمن الهدف اكتر. يمكن ده، هل كريستيانو رونالدو بيعاني من ازمه ثقه مثلا ان هو انفراد ومش ضامن ان هو ممكن يتحدث. عايز اقول لك ان الاسيست ده لبرونو فرنانديز خلاه ياخد رقم تاريخي، ان هو صاحب اعلى اسيست في تاريخ اليورو ب 8 اسيست. يعني طبعا يعني هو حتى اي حاجه، اي لقطه رونالدو بيعملها ليها رقم، وكل ماتش حتى هو في الدوري السعودي سجل ارقام كده، كل هدف بيسجله بيزود عدد الاهداف اللي سجلها في مسيرته. لكن هو في اليورو الحقيقه السنه دي لا، بعيد جدا عن كريستيانو رونالدو اللي احنا نعرفه، حتى ما فيش خطوره تذكر. وخلي بالك هو يعني هو ده الزمن اللي بيقول لنا كده، الراجل 40 سنه وما فيش مهاجم 40 سنه بيلعب زي مهاجم عنده 25 و30 سنه زي ما رونالدو كان في البيك بتاعه. لكن طلعت كمان كلام من الصحف البرتغاليه ومن نقاد برتغاليين، رونالدو كان في كاس العالم 2026، كلنا عارفين ان رونالدو بيحاول يسابق الزمن عشان يرجع في كاس العالم 2026، يبقى 1-1 مع ميسي لو البرتغال كسبت البطوله. لكن بالاداء اللي احنا شايفينه ده هيكون صعب، هيبقى صعب جدا الحقيقه. حتى لو رونالدو راح كمشاركه شرفيه زي ما بتشوف قبل كده حصل حتى مع منتخب مصر لما ساب الحضره راح عشان يضرب رقم قياسي سنا، اعتقد مش رونالدو ساعتها مش هيبقى ليه دور اساسي مع الفريق زي ما هو ليه النهارده، لان البرتغال خلي بالك البرتغال دي قوي جدا اسماء على الدكه يمكن احسن من اللي في الملعب، وعندهم اسماء ما راحتش المنتخب اصلا كمان على اعلى مستوى، وبالتالي ما ينفعش تفضل حاجز اهم مركز عندك في الفريق اللي هو مركز المهاجم اللي هو بيجيب كل الفرص دي لراجل يعني ما اثبتش ان هو لسه يقدر يتحدى الزمن، يعني يرجع بالعمر 10 سنين لورا ويقدم اداء لاعب عنده 30 سنه. عندي احساس ان هتكون المباريات اللي جايه يعني المنتخب البرتغال ممكن يكون فيها نقطه تحول لكريستيانو، ما بيحسش او بيعرف طعم الياس طول مشواره بصراحه. يعني طبعا، لكن هو في النهايه يعني احنا كلنا نفسنا نرجع نلعب كوره دلوقتي، يا ريت نروح مباريات الانديه ونلعب حتى ماتشات خماسي، بس مش هتلاقي نفسك قادر تلعب زي ما كنت مثلا 20 سنه او 15 سنه او 10 سنين. فهو رونالدو كمان نفس الكلام، هو رونالدو طبيعته لا طبعا يشيل منتخب العالم على كده. خلي بالك على الجانب الثاني، المنافس ليه، المنافسه الاشهر في التاريخ، ليونيل ميسي مع منتخب الارجنتين اصيب واحتمال يرجع على المربع الذهبي، يا لا. وخلي بالك ميسي مش خلاص، يعني هو زي ما بيقولوا كده قفل اللعبه خلاص، يعني هو ميسي ما عندوش الضغط اللي عند كريستيانو.
فيها، ما هو كانش راح كاس كاس العالم بيستمتع دلوقتي. بالظبط. هو الراجل لو مش بيستمتع ما كانش راح امريكا ولعب في دوري ما حدش بيتفرج عليه، وبالعكس ده هو كان الراجل مبسوط فيه، تقارير طلعت ان هو مبسوط انه بيمشي في الشارع ومحدش عارفه في ميامي، كمان على عكس لو كان راح بلد اي بلد ثانيه في العالم. فهو الراجل بيستجم دلوقتي وبيريح وبيلعب بالمزاج. هو كان قال لك لو كسبت كاس العالم اعتزل، لكن قال لك لا مش هفوت ان انا البس البادج بتاع كاس العالم على تيشيرت الارجنتين واستمتع، وما بيقولوا منتخب العالم منتخب بطل العالم. وبالتالي ميسي يعني مالوش ضغوطات كبيره، الراجل هو برضه كبير مش انه مش صغير، يعني بتتكلم رونالدو في ال 40 دلوقتي، ميسي في ال 38، فيعني الموضوع بالنسبه له برضه في نهايه مسيرته. ويمكن ما تستبعدش ان ميسي يعتزل قبل رونالدو اصلا، لان هو راجل عنده حاله تشبع حتى في البالون دور، ميسي فرق خلاص بثلاث كرات ذهبيه عن رونالدو، فالموضوع حسم تاريخيا بالنسبه لميسي. رونالدو اللي هيحاول بقى ان هو يكمل لكاس العالم على امل يعني يجيب هدف في الدقيقه 90 ويجيب كاس العالم ويبقى 1-1 مع ميسي، ساعتها بقى هنرجع نقارن ما بينهم تاني. تعال نروح بقى لدور ال 16 اليورو 2024، والبداية إيطاليا حامل اللقب قدام سويسرا. عايزين ألحق معاك في الوقت اللي باقي لنا إن إحنا نعدي على الثمان مباريات، فهنروح لكل مباراة سريعا كده تقول لي رؤيتك الفنية ليها. إيطاليا سويسرا الساعة 7 يوم السبت. ده أصعب ماتش وأعتقد هيبقى أمتع ماتش في دور ال 16، لأن الماتش الوحيد اللي أقدر أقول عليه 50-50، منتخب سويسرا أثبت إن هو منتخب قوي، عنده برضه سكواد محترم جدا، فريق كبير. الناحية المنتخب الإيطالي حامل اللقب، ولكن شفناه حتى الآن في البطولة مستوى الحقيقة برضه مخيب للآمال. يعني يمكن ماتش إسبانيا تحديدا كان هو أكتر مباراة ظهر فيها المنتخب الإيطالي بشكل متواضع جدا، طول المباراة بيلعب 10 ورا الكورة، طول المباراة ما بيحاولش إن هو يبادر بالهجوم. يمكن الهجمه الوحيده كانت في الدقيقه 95 وكانت من ضربه ركنيه، فحتى امام البانيا كان خسران 1-0 ورجع، امام كرواتيا كان بره البطوله خلاص ورجع في اخر لحظه. فمنتخب ايطاليا عليه علامات. الجماهير الايطاليه زعلانه اكتر من سباليتي وادارته الفنيه، ولا هم متقبلين على اساس ان اسماء كتيره جدا من منتخب ايطاليا القوي الحامل اللقب في بطوله 2020 مش موجودين خلاص، وده جيل جديد مش كله اغلبه يعني؟ اعتقد الاثنين. يعني انت لما تيجي تبص لقائمه المنتخب الايطالي دلوقتي مش هتلاقي حد تقدر تقول عليه نجم كبير، لا. يعني يمكن النجم بتاعه مثلا كيزا، كيزا فقط برضه مش سوبر ستار، ودوناروما ممكن كمان، ودوناروما طبعا، لكن ما تلاقيش حد تاني. حتى الاسماء الكبيره كلها كالافيوري مثلا في الدفاع برضه لاعب واعد ممكن يبقى من نجوم ايطاليا بعد كده، لكن مش هتلاقي في سكواد يقدر يشيل منتخب ايطاليا. لما تيجي تبص على التشكيل هتحس بفقر جديد في الاسماء وفي النجوم. طبعا سباليتي يعني الراجل بيحاول يعمل، احنا عارفين سباليتي من زمان، يمكن من ايام ما كان بيدرب محمد صلاح في روما، وكان ليه فضل كبير على التطور البدني والفني لمحمد صلاح والانهاء كمان بتاع محمد صلاح امام المرمى، فهو مدرب يعني له بار عليه. ولكن هي دي القماشه بتاعت ايطاليا، هو ده اخرهم في البطوله. اعتقد لو هم حتى قدروا يوصلوا كوارتر فاينل او سيمي فاينل ده هتبقى معجزه بالفريق اللي معاهم ده، لكن يعني هنشوف. اعتقد ان الماتش زي ما قلت لك سويسرا وايطاليا ده 50-50، ما فيش حد افضل من حد خالص. المانيا والدنمارك دي تاني الماتشات في دور ال 16 بكره الساعه 10 بالليل. بالظبط. طبعا المانيا هي المرشح الاوفر من ناحيه القائمه، من ناحيه السكواد، من ناحيه النجوم. فكره الارض والجمهور مش دايما بتلعب قوي، شفنا المانيا خسرت قبل كده كاس العالم على ملعبها من ايطاليا في السيمي فاينل في 2006، لكن المره دي لا، المانيا بتلعب الدنمارك يعني اعتقد 70-30، ويمكن اكتر من 70 كمان للمنتخب الالماني ان هو يكسب المباراه دي. طيب مباريات يوم الاحد البدايه الساعه 7 بالليل، انجلترا وسلوفاكيا. انجلترا وانتقادات عنيفه لساوث جيت وتوظيف اللاعبين في الملعب والخطه، مش ابدا ده المستوى المنتظر كل بطوله لساوث جيت، نقول الكلام ده مش ده المستوى المنتظر من عدد او الكم النجوم اللي موجودين في قائمه المنتخب الانجليزي ضد منتخب حقق مفاجاه وتاهل تاهل صعب ومنتخب سلوفاكيا. يعني شوف احنا كنا بنقول ايه لسه على منتخب ايطاليا ان هو عنده فقر النجوم، وبالتالي محدش يقدر يلوم سباليتي، العكس تماما بقى على المنتخب الانجليزي. منتخب انجلترا عنده منتخب عظيم، يعني عنده اسماء كلها ممكن تنافس على البالون دور، كلها ممكن تلعب في اكبر انديه العالم، هم بالفعل بيلعبوا في اكبر انديه العالم، لكن ساوث جيت هو العنصر اللي يعني نستلبي او الثغره في هذا الفريق او نقطه الضعف في هذا الفريق، لان ساوث جيت وصل قبل كده فاينل يورو ووصل سيمي فاينل كاس عالم. لكن انجلترا بالفرقه دي مش بس المفروض تكتفي بهذه الانجازات الخفيفه اللي ممكن
ليها منتخبات ثانيه. لا انجلترا كان لازم تكسب بطوله كبيره في هذا الجيل. اعتقد ان ساوث جيت خلاص الناس بدات تتكلم في الانجليزيه وفي العالم الانجليزي عموما ان ساوث جيت دي اخر بطوله واخر ظهور ليه مع المنتخب الانجليزي. وابتدينا نشوف بوكيتينيو مثلا يتم طرح اسمه لخلافه ساوث جيت. لكن في النهايه ماتش، خلينا نرجع ثاني لماتش انجلترا وسلوفاكيا، اعتقد ان انجلترا برضو هي الاقرب لان ما شفناش سلوفاكيا عملت اداء كبير او مفاجات كبيره في مرحله المجموعات، وبالتالي انجلترا هي المرشح الاوفر طبعا في هذه المباراه. صاحبه اكتر اداء مقنع في البطوله حتى الان منتخب اسبانيا، وبيواجه منتخب جورجيا يوم الاحد الساعه 10 مساء. منتخب جورجيا اللي هو خلاص اطلقوا عليه رسميا الحصان الاسود للبطوله بشهاده كل النقاط في العالم يعني. طبعا ومدربهم كان ليه تصريح النهارده قال لك احنا لن نكتفي بالتاهل الى دور ال 16، وبالتالي هم هيفضلوا يحلموا من هنا لحد يوم الاحد ان هم يكسبوا اسبانيا زي ما كسبوا البرتغال، يعملوا زي المغرب في كاس العالم لما كسبت الاثنين مثلا وصلت سيمي فاينال. يقول لك ليه لا، عندهم اسماء كبيره زي ما كنت بقول لك اهداف البطوله، من عندهم ميكاتوتزي لاعب مهاجم كبير، كفاره الخيلي عندهم اكثر من عنصر مميز في الفريق. لكن منتخب اسبانيا اعتقد ان هو المرشح الاول للبطوله يمكن بالتساوي مع فرنسا مثلا، لان اداء فعلا مقنع، عنده لاعبين مميزين، عنده استقرار فني. هيبقى صعب قوي جورجيا الحقيقه تعمل المفاجاه دي مع اسبانيا وان كانت الكوره فيها كل حاجه يعني، ولكن اعتقد مش جورجيا هي اللي تقدر تخرج المنتخب يعني الحاجة. نقول 70 30 برضو اعتقد اتفق معاك. طيب يوم الاثنين الساعه 7 مساء قمه كرويه اوروبيه عظيمه جدا، فرنسا وبلجيكا الساعه 7 مساء يوم الاثنين. الماتش ده يعني من 5 6 سنين كنت هقول لك ده نهائي كاس عالم. طبعا لا بلجيكا طبعا في تراجع رهيب في اداء المنتخب البلجيكي، في ما عندهمش مهاجم، تخيل المنتخب البلجيكي عندهم لوكاكو، ولكن كلنا شايفين الحاله البدنيه السيئه جدا لواحد كان من افضل مهاجمين اوروبا. ومش وعايز اقول لك كمان على حاجه مش ماشيه معاه. مش ماشيه معاه طبعا، حظه وحش جدا يعني، جاب 3 اهداف منهم واحد بفرق مليمترات بسيطه جدا، وكلهم طبعاً الفار بيلغيهم، برضو التوفيق مش موجود معاه خالص البطوله دي. طبعا ده حقيقي، وهي ساعات الكوره بتقفل كده مع مهاجمين بالذات يعني، اكتر ناس بتقفل معاهم الكوره مهاجمين، تلاقي مهاجم كبير وبيقعد فتره طويله ما يسجلش، لكن هو حتى حالته البدنيه مش مناسبه ابدا يعني، وزنه زايد كتير، لياقته قليله. فمنتخب بلجيك كمان يعني اسماء كتير في الفريق الحقيقه سنها تقدم، حتى كيفن دي بروين برده مش ده التوب فورم اللي احنا بنشوفه. خدت بالك من المشهد في المباراه الاخيره مع هجوم الجماهير عليهم وعلى المدير الفني منتخب بلجيكا، وفضلوا قاعدين في الملعب فتره كبيره بعد المباراه؟ طبعا ما في حاله من السخط على الفريق ده. الفريق ده كان زي ما كنا بنتكلم على انجلترا من شويه، برده الناس كانت منتظره بلجيكا تكسب بطوله كبيره على الاقل خالص، تعمل انجازات، توصل نهائي كاس عالم، توصل نهائي يورو، لان هو كان عنده جيل فعلا مش سهل يتعوض، وجيل ما حصلش قبل كده في تاريخ المنتخب البلجيكي، وغيره اكثر من مدير فني، ومفيش فايده برده مش ماشيه معاهم. لكن ما حدش يقدر يكسب فرنسا في البطوله دي اعتقد غير اسبانيا والمانيا، يمكن ايطاليا يستخدموا العقده بقى والحاجات الماورائيات بتاعت الكوره يكسبوهم حتى هم وحشين، لكن فكره ان حد يطلع المنتخب الفرنسي، طبعا كل شيء وارد في الكوره عشان طبعا. ممكن فرنسا تخسر عادي بأون جول، لكن انت لما تيجي تبص على سكواد المنتخب الفرنسي هتلاقي مثلا فيرلان ميندي قاعد عشان تيو هرنانديز، هتلاقي كوناتي في عنده فريقين منتخب فرنسا، عنده فريقين وثلاثه كمان يعني، حتى الناس اللي قاعده بره دي اي منتخب في العالم واي فريق كوره في العالم يتمنى ان هم يبقوا اسمين. صح، وبالتالي طبعا يعني اعتقد فرنسا هي الاوفر حظا يعني. طيب 10 بالليل يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله البرتغال وسلوفينيا، ومحاوله اخرى لكريستيانو رونالدو لاحراز هدف يواصل بكتابه التاريخ، ايه المباراه دي بقى؟ ماتش طبعا صعب جدا، لكن برضو من الماتشات اللي نقدر نسميها ماتشات بقى 70 30 يعني، البرتغال هي برضو الطرف الافضل والاوفر حظا في كل شيء، رغم المفاجاه اللي حصلت من جورجيا، واعتقد المفاجاه دي ممكن تكون جت في وقتها، لان البرتغال عندها فرصه انها ترجع تاني، وكانت اوريدي متاهله، كنا شايفين في روتيشن حاصل في التشكيل، وفي لعيبه اساسيين قاعدين بره زي روبن دياز، زي برناردو سيلفا، زي لعيبه ثانيه مهمه، لكن الماتش ده لا، راجل هيلعب اكيد اساسي من اول لحظه، واعتقد انها هتبقى بدايه عوده البرتغال كمنافس قوي على البطوله دي، ويمكن يكون زي ما انت توقعت ان رونالدو كمان يبتدي يبدا البطوله من هذا. يوم الثلاث اخر ماتشات دور ال 16 الساعه 7 مساء، رومانيا والطواحين الهولنديه. هولندا
هو خدت صدمه صعبه قوي الحقيقه من منتخب النمسا في اختتام مرحله المجموعات، خسرت بشكل غير متوقع وما خسرتش النتيجه بس، خسرت كوره يعني اتهانوا كوره الحقيقه في الملعب صح التعبير يعني بالمنتخب النمساوي. وبالتالي هم دلوقتي برضو يعني عندهم موقف صعب، لان انت بتتكلم ان انت اخر ماتش خسرته مش خسرته بس عشان انت مريح او خسرته علشان لا انت كنت بتلعب فول باور عايز تكسب وتتصدر المجموعه. بالظبط، انت كنت يعني لولا النظام الجديد للبطوله انت كنت زمانك بره البطوله. النظام الجديد اللي هو بيتيح تاهل افضل توالد، فالموضوع هيبقى صعب الحقيقه في المباراه دي. تكون هولندا هتفوق، لان برضه لو بصيت للعيبه اللي عندهم لا عندهم لعيبه مميزه جدا، لكن برضه مش سوبر ستارز يعني في اوروبا، مش نجوم كبار يعني ديباي مثلا سيمون ما هتلاقيش عندهم برضه ناس دي ليخت طبعا، مش هتلاقي عندهم طبعا نجوم كبار طبعا يقدروا. فان دايك الاشهر وجابكو طبعا عشان بيلعبوا في ليفربول، دول تقريبا الاشهر يعني. اه بس جاكو حتى مش اساسي في ليفربول، فان دايك مستواه متراجع جدا بشده الفتره الاخيره مع ليفربول، فما تلاقيش حد في المنتخب الهولندي تقدر تقول زي منتخب فرنسا مثلا صح. او حتى منتخب المانيا ان هو يقدر يشيل الفريق. اخر مباراه في دور ال 16 يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله الساعه 10 بالليل، النمسا وتركيا، مباراه تكسير عظام. انا شايفها كده لان الفريقين دول بيلعبوا يعني هنقول مثلا 40% فنيات و60% روح، وبيقاتلوا في الملعب. بالظبط، هتبقى حرب شبه بالحرب مش بالمباراه. وزي ما احنا قلنا ان الماتش الاولاني بين سويسرا وايطاليا 50 50، الماتش ده كمان 50 50، راح النمسا يمكن فنيا تبدو اعلى شويه، لكن المنتخب التركي كمان شفناه في استخدام المجموعه ضد التشيك يعني كشر عن انيابه وتمسك بالفرصه ان هو يكمل في البطوله. فاعتقد ان الماتشات الممتعه، يمكن الناس دايما تميل للماتشات الفرق الكبيره، لكن ماتشات الفرق اللي هي بتبقى الفرص ما بينهم متساويه يمكن تكون ممتعه اكتر كمان اكيد للساده المشاهدين. فاعتقد انه ممكن يبقى ختام ممتع ومميز طبعا لمباريات دور ال 16 ان شاء الله. صديقي العزيز عبد القادر سعيد الناقد والمحلل الرياضي، دايما بنستمتع بتعليقك وفنياتك وكل الكلام اللي بتقوله معانا في ملوك الكوره. نورتنا وبشكرك جدا. شاكر جدا ليك. شاكر جدا. شكرك.